مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نعمل انبوكسنج لنا 14 باكج جايين من اماكن مختلفة، وش وامازون. طبعا هدول حصيلة تقريبا اسبوع ونصف. خلينا نبدأ في تبعون وش. هذا جبناه من وش، طبعا مشكلة وش اللي بهذا احيانا كثير بيجيك بضاعة غلط، او بتجيك بضاعة مضروبة، او ما بتجيش. هاي مشكلة كبيرة في البضاعة تبعت وش. خلينا نحكي عن اول شغلة. هاي اوكي، واو، هذا ايدي برفوم، هذا يعني عطر قوي جدا من توم فورد، معروف هذا البراند، من اشهر العطور وغالي جدا. لقيته ب 55 دولار. هذا عطر العود، ريحة العود، انا بحب العود كتير. معلش في شوية هواء اليوم، كويس. توم فورد يعني اذا صح، هذا بال هاي العطر 50 ملي. هاي اول غلطة، انا طلبت 75. واو واو يا جماعة، فعلا اتوقع هاي الاصلية. اوكي، الغلطة الوحيدة اللي اجت، انا طلبت 75 ملي وجتني 50 ملي، بس برضو ارخص من واو. هاي لوست تشيري، اشي يا جماعة، واو واو واو، ريحتها صراحة بتستاهل. 50 دولار مع الشحن، كانت 10 دولار، 60 دولار مع الشحن. هاي الشغلة الثانية من وش. هاي شفتوا هدول الماسكات، هم هيك برانكس يعني ماسكات، هذا الشكل. هيك سوري، طبعا هاي الماسكات يا جماعة ليست ضد الكوفيد، لا تقي ولا تذر، يعني ماشي خفيفة، واو، بس شكلها هيك كوميدي يعني. نجيب هذا كان حقها 2 دولار، والشيبينج تبعها اي ثينك 2 دولار، ف 4 دولار يعني، بس هيك شغل شغل ضحك يعني. طيب الان الباكج الاول من امازون، الباقي كله امازون. الباكج الاول من امازون، اوكي هذا، اوكي هذا عبارة عن بورتبل دور لوك. دور لوك مهم جدا انكم تجيبوا منه. هذا الحلو فيه انه بيجي 2 فيه، حقه 15 دولار، هيو بورتبل، يعني بتحطه في ال، بتقدر تشيله بتحطه من باب لباب، اوكي. وهي في هون كيف تستخدمه، هذه مهمة جدا. انا صراحة جايب زيهم، تتذكروا هدول اللي كانوا على ابواب الهوتيلات وليك، جايب زيهم بس مش بورتبل، فعجبني اجرب هدول البورتبل، لانه عندي مثلا الباب الخلفي احيانا بتحتاج تحط له، احيانا بالشتاء خلص لانه فترة طويلة تحط له. هاي كان حقها 15 او 17 دولار صراحة مش متذكر، اخذتها قبل فترة طويلة. قار الماسك واحنا مش عارفين وين راح. نرجع الباكج اللي بعده، هذا الرابع، الباكج الرابع. اوكي هذه عبارة عن انتي فوغ كلينر، هذا لل 22 دولار، 23 دولار، 22.99. هاي للنظارات، لتنظيف النظارات لما عشان ما يصير عليها غبار، او مش غبار، اللي هو الضباب،
احنا كنا بنشوف خاصة اللي بيلبسوا كمامات بتصير معهم مشاكل كتير مع النظارة. هذا عبارة عن واو، طلعوا شكلها حلو كتير يا جماعة. هاي لاصق عشان المنخار، وهاي السبراي تبعها، والباقي كله اشي يعني هيك الباكج هاي، بس هو فيش فيها اشي كتير. 22 دولار. هنجربها ونحكي لكم. الباكج اللي بعده برضو من امازون، اوكي. هذا سولار فونتن بامب. اوكي، هذا عبارة عن يا جماعة بتحطه بالمية وعلى الشمس، في شو على الشمس بصير، سمعت ايه؟ على الشمس بصير يطلع المية ويعمل له فونتن. هذا حقه 32 دولار 99 سنت من امازون، زي هيك. طبعا مش هالكمية، بس شيء حلو ممكن تستخدموه. اوكي، اللي بعده في شغلتين. الشغلة الأولى هذه بلوتوث. بلوتوث أنا جايبها عشان الجيمز، عشان نشبك عليها الكيبورد. بلوتوث عادية بس بتضيف عليها. وهذا هير جروث، هذا عشان الأماكن اللي ما بيطلع فيها شعر. increase length thickness. أحيانا هون الواحد صار بدأ يصلع، بدنا نجربه. هذا كتير ناس recommended. هذا حقه 34 دولار، علبتين. والبلوتوث كان سعره كله 10 دولار، 9 دولار وإشي، يعني مش غالي. اللي بعده، أوكي، اللي بعده نجمع الزبالة وما نتغلب فيها بعدين. اوكي، هذا عبارة عن فيس شيلد، اثنين بيجوا فيه، حقه 9 دولار 99 سنت. بس الحلو فيه انتي فوج، يعني ما بسبب الضباب اللي بتشوفوه قدامكم احيانا لما بتلبسوا الفيس شيلد. هاي شغله مهمه عشان نحارب الموضوع الفوجز، هذه المشكله اللي بتصير بالضباب. اللي بعده، هاي انا صراحه مش اول مره بشتريه، البراند جود رامي. رامي هون في عده اشياء. اوكي، طيب مش عارف هل حاطين اللزق جوا. هذه واحدة تانية، هذه بس اللون بيختلف، واحد ازرق وواحد اسود، اما هو نفس الشغلة. هذا بامبو توث برش. صراحة عجبتني الفكرة. هو عبارة عن مشكلة التوث برش يا جماعة، فيها بلاستيك كتير اللي بتستخدم. هاي كلها من البامبو، فهي كويسة للبيئة. سعرها 4 دولار، يعني زيادة دولارين يمكن عن العادية، لكن شكلها طرية هيك، يعني حلو. ما فيها التطعوجات اللي بتلاقيها وبتسمع عنها في الباقي، ولكن حنشوف مفعولها. 4 دولار 3.99، يعني مش غالي كتير. اللي بعده، بعد اوكي، اللي بعده عبارة عن بنطلون. هذا البراند جربناه اسمه فامي. ناعم كتير البنطلونات عنده. هذا البنطلون ميديوم، حلو هيك مريح، يعني
حنشوفه حن برضه ناعم كتير كتير، يعني بتشعر انك خاصة بالصيف كأنك لابس شغلة حرير هيك، مع انه هو سموه انتي دراي، هذا اللي بنشفه بسرعة. اللي بعده هذا البوكس في شغلة واحدة، هير تريمرز. هير تريمرز جبته هذا هدية لصديق إلي. هذا هو رهيب جدا يا جماعة، هذا بيعمل من هون أيوه شايفين، بيعمل هير تريم ولا أكنه شايفين صفر، يعني اللي فعلا بده على الصفر هاي رهيب جدا. اسمه هير تريمرز وهذا شكله. إذا حبيبي الله الله على الريحة، ريحة العطر هذا رهيبة. طيب اللي بعده هذا الهير تريمر كان حقه $45. اوكي هاي عبارة عن بتنظف البلاك، الاماكن السوداء اللي موجودة على المنخار، معروفة جدا اي واحد بيقدر يجيبها. $49 $0.99 $50 يعني. بتسحب الاماكن السوداء. البوكس اللي بعده البوكس اللي بعده ما هذا؟ اوه هاي كاسة بتحفظ درجة الحرارة فيها، وفي عليها هون تبين لك درجة الحرارة. هاي الكاسة $9 كاسة شاي. بس شو الغريبة فيها؟ انه فيها هون تقدر تقيس درجة الحرارة، تبين لك قديش درجة الحرارة. ترموستات يعني $9 رخيصة يعني مش غالية ترى. هاي زي هيك زي ما شايف، شكلها جاي من الصين، هاي كله بالصين. طيب اللي بعد اوكي، هلا ضايلنا احنا بوكسين. البوكس اللي بعده هذا فيه شغلات كثير يا جماعة، وفي شغلتين، هاي واحدة وهاي الثانية. هذا عبارة عن ميكسر، بطحن العجين. هم ثلاث شغلات، تبعت الحليب اللي بخثر الحليب اللي بسوي بالحليب الروبة، وهذا الويسكرز تبع البيض وما البيض والشغلات، وهذا اللي بحطوه بالشوربات. أوبرلي هاي مشهورة البراند، مش هفتح لكم اياها تشوفوها بعدين. وهاي عبارة عن جريب، هاي تتذكروها اللي بنقدر هاي هذه كانت 34.99. وهاي الجريب اللي هي عبارة عن عشان تمرن ايديك، بتعرف الواحد بالدار بده تمرينات، هاي اللي هو تبعت التمرين هاي. اوكي ثانك يو فور تشوزينج انيكسي برودكتس. طيب هذا مش ماشي. الان البوكس الاخير وهو اكبر بوكس يا جماعه. ايوه اتوقع في كمان شغلتين. يب في شغلتين. هذا اللي هو جرين سكرين، خلفية خضراء مدورة بنحط ورا الكرسي. الحلو فيها انه كتير كتير فليكسيبل، تقدر تنقلها معك وسهل تستخدمها. والشغلة الثانية اللي هي الترايبود، هذا هاي الجرين سكرين حقها $19 $0.99 $20 يعني. وهاي ترايبودز حقه $35.
هذا هو الترايبود، ترايبود عادي كويس يعني شكله not bad. anyway هذا هو، هذا هو كانت البضاعة تبعت اليوم اللي شريناها من امازون. هذا عندنا في مباريات حنستخدمها عشان المباريات. نراكم في حلقات قادمة ان شاء الله، تابعونا، واذا شفتوا السبسكرايب سبسكربوا، واذا شفتوا اللايك لايكوا، واذا شفتوا الشير شيروا، وسلام بالجميع. اذا شفتوا اللايك لايكوا، واذا شفتوا الشير شيروا، واذا شفتوا سبسكرايب سبسكربوا، واذا شفتوا الجرس اقرعوا، وسلام للجميع، ونراكم في حلقات قادمة.